مرحبا. اجتمعنا اليوم كلجنة بيئة بشكل طارئ. الموضوع الأساسي هو عرسال. كلنا بنعرف يا أخوان أنه عرسال هي من أكثر البلدات في لبنان اللي تأذت من الوجود السوري الكثيف اللي مطوقة واللي تجاوز بأعداده عدد سكان البلدة بضعفين وأكثر. اليوم نحن عم نعاني من تقلص خدمات اليونيسف بسبب تقليص الدول المانحة للمساعدات لهذه المؤسسة الإنسانية، وعملية التقليص مش جاي بنسبة 5 أو 10%، تدنت إلى ما دون 50%، ونزلت خدمتهم من 30 مليون دولار إلى حوالي 12 مليون دولار. وبيقولوا لحديت اليوم أكدوا لنا بالاجتماع أنه هن مش قادرين يحصلوا من 12 مليون على ربع هذا المبلغ. هيدا العمل، هذا التقصير في الخدمة المالية من قبل الدول المانحة، ما بدعطي ولا أي سبب سياسي ولا بدعطي ولا أي سبب آخر. أنا قدامي فيه كلبناني وكمسؤول بلجنة بيئة، عنا كارثة إنسانية حقيقية بدأت بالطفح الجلدي، بالإيباتيت، بأمراض الجلدية، بأمراض الكبد، بجرب، وعنا حالتين كوليرا مسجلين اليوم بالمستشفى. ما بدنا نعمل بانيك ونرعب الناس، ولكن في حال لم يتم بالفعل معالجة هذا التقصير المادي أكيد نحن رايحين على كارثة. لن تقوى أي مؤسسة لا رسمية ولا خدمتية إنسانية أن تواجهها. نحن اليوم عم نقول أنه يفترض بوزارة الطاقة والمياه وبوزارة الصحة بوزارة البيئة وبرئاسة الحكومة، نحن عم نعمل لهم توصية، وزميلنا قاسم هلأ راي عند رئيس الحكومة هلأ، منشان نحطه بصورة انه يجب انه رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة يرفع الصوت سريعا اليوم باستدعاء كل المؤسسات الإنسانية الدولية والدول المانحة لطلب منهم معالجة هذا الموضوع مادي بشكل سريع. وإذا راح على بروكسل، من يمثل رئيس الحكومة يجب أن يطلق صرخة لحل هذه الأزمة سريعا. هيدا بالآن. بس نحن منقول، وهون مش كلام بالسياسة، وأنا اليوم سعيد ولو كانت العملية نتكلم عن شيء مأساوي وحزين، إنه اللبنانيين اليوم نحن بكل اختلافاتنا السياسية نحن نتحلق حول هذا الموضوع ومصرين كلنا سوا على إيجاد حلول لإله. الحل لإله منقوله بالصوت العالي ليس بمعالجة النتائج، الحل لإله بيكون بمعالجة الأسباب. أنا ما بقدر زيد عدد لترات المي ويزيد عدد اللاجئين بالمخيمات. يجب البدء ابتداء من الغد، وهذا التوصية البند الثاني بالتوصية لرئيس الحكومة، إبلاغ من يلزم من المؤسسات الدولية والدبلوماسية والقوى الأمنية والأجهزة في لبنان العمل سريعا على البدء بتخفيف الضغط السكاني القاتل، ليس على عرسال فقط ولكن على كل اللبنانيين. ونحن نقول ومنقول له لرئيس الحكومة، واجه هذه الدول، إذا كان UNHCR وأي مؤسسة دولية اليوم تدعي أنها لا تريد عودة السوريين حفاظا على حقوق الإنسان لأنهم قد يتعرضون من قبل النظام لأي أذى. هذا الذي يجري اليوم في مخيمات لبنان أليس اعتداء صارخا على حقوق الإنسان والحق الإنساني وحق الإنسان بالحد الأدنى من نقطة المياه والاستشفاء؟ هيدا هو عملية المجزرة، وهذه هي عملية القتل المباشر. وكل من يدير ظهره عن هذه العملية محليا كان وطنيا أو أجنبيا أو دوليا يكون يساهم بعملية قتل مبرمجة للسوريين ومن خلالهم اللبنانيين، لأنه ما يعاني منه السوري من أمراض ينتقل بالهواء والمياه لشدة الاختلاط وقرب الاختلاط الجغرافي بيننا وبين المجتمعات اللبنانية المضيفة وبين الموجودين السوريين في لبنان. شكراً.